انا كنت بتكلم في بس امبارح وعيد كده في عجاله، بنتكلم عن المطلقات وازاي نظره المجتمع للمطلقه، وقلنا يا جماعه ما تخافش من المطلقه. وساعات كتير مش ساعات، انا في حالات كتيره جدا جدا تابعتها وجدت فيها المطلقه بتسعى، سواء الرجل او الست المطلق حاله الطلاق، بتسعى لاتمام الزيجه الثانيه على اكمل وجه وتتفادى الاخطاء بتاع المره الاولانيه. وشفت حالات كتيره جدا جدا ناجحه في الامر ده. فنظره المجتمع دي نخلي بالنا منها، ومش معنى انها مطلقه تبقى معيوبه او منقوصه او هي اللي سبب في الامر، لا بالعكس، هي حصل غلط يا سيدي، حصل غلط واتعلمت من غلط، وهو كمان اتعلم من غلط وناوي يبتدي حياه تانيه جديده، ولكن باخطاء بتصحيح الاخطاء القديمه تمنيت بفرصه. لكن نظره المجتمع اوعي تكلميها ولا تدخليها بيتك لحسن ديت هتخطف جوزك، الكلام الفاضي ده، او خلي بالك بقى ده هي كده وهتخرب عليك اصلها مطلقه. مين اللي قال ان ده معظم الا ما رحم ربي؟ يعني اكيد في حالات بيحصل معاهم كده، لكن مش كل الحالات كده. وابني بقى ما شاء الله عليك تبني بقى ان كل وصمه عار في حياه المطلقه ان هي كذا. طيب احنا بنقول يعني الطلاق حل المشكله؟ ما هوش هو المشكله، هو حل المشكله. ساعات كتيره جدا جدا الله سبحانه وتعالى وجأ، مش ساعات، هو فعلا كده، وايه تفرقة يغني الله كل من ساعه هيغنيك وهيغنيها، طالما استنفذنا وسائل الاصلاح وسائل الامر في هنا وهنا. انا مش ده تعليقي عشان النهارده، وسبته انا اللي انا بتكلم عليه عنوان البث، مش عشان النهارده ده، علشان اللزج، يعني خلينا اقول لفظ محترم، اللزج اللي بيخش الواحده المطلقه يفسد عليها دينها ويفسد عليها حياتها، ويحاول بشتى انواع الاختلاط المحرم ان هو يتكلم معاها في كلام خارج، او يتكلم معاها كذا، او يجرها الامر معين، اصلها مستباحه ليه، اصلها مطلقه، او اتق الله. طيب ده جزء. هقول حته للمطلقات ما تزعلوش مني، واسمعيني يا بنتي على اساس، وانا هكلم طبعا الزوج اللي مطلق دلوقتي، لاني هختم بيه بختمه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يسمحها القلوب قبل العقول والاذان. هكلم المطلقه، انت نويتي تتزوجي، تمام؟ خلاص حصل طلاق ونويتي تتزوجي من 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 حد تاني، وحد تاني متقدم والكلام ده، ودخل البيت شرعي ومفيش اي مشاكل. خلي اوبشناتك دايما واختياراتك، مش واحد متجوز عنده كده، مش علشان هو حلال وحرام، لا، ما تخليش بيت مستقر وقائم بذاته مستقر، وبعدين حصل نوع من اي نوع من الانواع، هو شافك حد اتكلم اتخانق مع زوجته، فيحل مشكله بيته الاولاني والزواج الاولاني بانه يتجوز واحده ثانيه، وبعدين يقول لك ايه، خدها مطلقه، هي كده كده هترضى وهتوافق وما هتصدق وما هكذا. ده مش صح. يعني الموضوع ده بيبقى في كل الاحوال خطر عليك. ليه؟ يقول لك مثلا مش قادر يواجه، او هتجوز في السر، ما توافقيش. طيب هو لا، هو سواء بيا او غيري هيتزوج، وهو الامور في بيته، واحد اثنين ثلاثه ملهاش دعوه بيها، لكن هو خاطر ودخل بيت وكمل. يعني انا بقول لك حاولي الجزء الاولاني ما يكونش بيت مستقر، وما يكونش هم ناس وانت داخله عليهم تفسدي البيت، عشان احنا انا ذات نفسي كامراه انا ازعل يا بنتي لما تجي لي مشكله او يجي لي حاجه ويقوموا جايين جايبينك وحاطينك قدامي، اصل هي كان البيت مستقر وهي خربته وهي اللي فعلا سدت عليه وهي اللي عملت وهي اللي شغيتت وهي اللي كذا. اطلعي بره الامر ده، مش عشان حلال وحرام، لا، علشان اللي جاي يقول لك اتجوزيني في السر، لا تاني، اللي جاي يقول لك اتجوزيني زواج تاني وانت زوجه تانية واتجوزي في السر، واصل انا ما اقدرش اواجه مراتي الاولى وزوجتي الاولى، لا، ما تسمعيش الكلام، ولا تروحي ولا تسمعي ولا الكلام ده. ليه؟ لان انت طالما انت راجل وقادر انك انت تفتح بيتك وتتزوج زوجه تانية، من الرجوله انك انت تواجه. ما بقولكش صحة عقد الزواج، لأنه صحيح سواء أعلمها أم لم يعلمها، يعني سواء أعلمها أو لم يعلمها العقد صحيح، لكن أنا بتكلم دلوقتي لما يجي واجه يقولك لا ما أقدرش، هي الزوجة الأولى بالعيال، فأنا أضحي بالزواجة الثانية اللي هي لسه حامل في عيل ولا الكلام ده ولا بتاع، أضحي بيكوا في سبيل الأمر الثاني، تمام؟ وده نقطة نخلي بالنا منها كويس جدا. طيب فما تخديش الامر ده من بدايته، ولو في اوبشنات تانية خير، وانا معاكي، لا طبعا ما تعوديش، لا وتزوجي وكذا، كل من حرم يعني مش ده حلال، والرب هنحرمه ليه يعني؟ طيب النقطة يعني الثالثة اللي حابة اتكلم فيها، وده كلامي للرجال والاشباه الرجال اللي عاملين نفسهم رجالة، ماشي؟ لما تبقى انت زوج
وتبقى انت زوج ومطلق. انا عارفه انا حالات الطلاق انا بيبقى اولاد المطلقين عندي ارام، والله مش ارام، بيبقوا اولاد ايتام. لو الاب مش عارف، قال الله قال رسول الله، لو رب ما بيراعيش، اب ما لا يراعي ربنا في حياته ولا كده. انا هقراكم السكرين اللي جات لي ومنتشره على الجروبات، وانا قلت لكم قبل كده، واي نقاش على جروب رجاله او جروب نساء وبيعمل قلق انا لازم اطلع اتكلم. اسمعوا معايا بيقول ايه. بيقول له ده واحد مطلق بينصح واحد تاني مطلق. وانا قلت لكم جروبات الرجاله فيها حاجتين، يا يبقى زوج قيوده زي الفل وراجل زي يعني السكر اتشال على الدماغ، وقول له عايز اجيب له زوجتي ده يخش عليه يجيب لها هديه ليه، وانت مش راجل وانت مش عارف، ويقعدوا يوسوسوا يحسسوه ان هو عامل حاجه غلط. يا سيدي ربنا هديه زوجته، ربنا هديها. ما تسمع الكلام، ما تسمعوش الكلام. طيب هقرا لكم السكرينه وشوفوا معايا، وانت هسيبكم انتوا تحكموا، وعايزه التعليقات تطلع لي كده عشان هقراها. بيقول له يا باشا اعمل زيي، انا لحد دلوقتي ما دفعتش مصاريف المدارس. ما هو طلق مراته فطلق عياله، يعني انتوا فاهمين، فهو رماها بعيالها. انا لحد دلوقتي ما دفعتش مصاريف المدارس ولا هجيب لهم اشياء وخليهم وسط زمايلهم شحاتين. بيتكلم على اولاده يا مسلمين، بيتكلم على اولادهم، وهخليهم كده في وسط اصحابهم زي الشحاتين زمايلهم بالجزم القديمه، عشان صحابهم يعرفوا في المدرسه ان امهم مطلقه. يا نهار ابيض، ده اب بيقول كده على اولاده. ويقول لاي واحد، وبقول لاي واحد بينصح بقى الرجاله المطلقين، بقول لاي واحد ما تصرفش مليم على اولاد المطلقه ولو كانوا من صلبك. ولسه المفاجاه، هخليها ما تعرفش تعيش يوم واحد، وهبعت لها كام سرسجي، يعني كلمه سرسجي بتتقال على 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 حد مش كويس يعني، يخلي العيال ما يعرفوش يبصوا في وشها. انا مسافر المغرب كمان كام يوم، وهتجوز ست ستها وبدون قايمه ولا مهر ولا ذهب. ذهب بالعشرين كيلو، وطبعا اسمه موجود وسكرينه موجوده، بس انا طبعا لما هيتقطع الفيديو ده مش هجيبها لكم بالاسم والبتاع، الاسم موجود والبتاع منتشر. ده راجل يعني، انا عايزه اسال، ده راجل ده اللي بيعمل الكلام ده واللي بيقول كده على اولاده؟ هو طلق، انت طلقتها لها حقوق؟ لا، ما لها حقوق برضه، ونفقه المطلقه ولها وعيالك لهم في، هم انت رميتهم، انت رميت عيالك لما تعمل بوست زي ده وتنصح فيه الرجال. يلا بقى يا كل واحد طلق مراتك، اعمل كده وودي عيالك شحاتين، ده في وشك، ده عيالك، ده انت هتعمل كده هتيجي عندك، ده عيال، ده اسمك، ده حاملين اسمك، ما تبقاش راجل. ده الكلام ده لا يرضي الله، الكلام ده لا يرضي الله. انا بقول لكم اهو، لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هيحاسبه. واللي هيعمل زي، تخيل الراجل ده تاج ولا نعرف حلق كذا، والبوست ده موجود والناس بتعمله، بتشوف كم واحد سمع الكلام. بس عايزه اقول لكم التطبيل بقى على البوست ده عامل ازاي. ليه كده؟ ليه يحصل كده؟ والله لا اخلاق مسلم ولا اخلاق، الفطره باظت، فطره الابوه باظت، باظت. احنا في زمن لا فيه فطره ولا فيه هيله ولا فيه سواد، ومشيهم زي الشحاتين بجزمهم القديمه في وشك. وتعالى قابلني يوم القيامه، تعالى قابلني بقى، والانت واللي زيك، اوعوا يا شباب حد يعمل كده. يا ابني ما حصلش نصيب، طلاق راقي كذا وكذا، شوف العيال في يوم كذا، شوف مش عارفه ايه في يوم كذا وخلاص. ويبقى في طلاق راقي، لا العيال تتضرر ولا انت نفسيتك الاولاد يجوا رمونا، ما بيحبوناش، جابونا ليه، ويطلعوا بامراض نفسيه، نفضل نعاني في يومكم. فليه نعمل كده؟ انا لا ارضى هذا الامر، والراجل ده انا هوقفه يوم القيامه. ولو ما سمعش المقطع ده، دول سبحانه وتعالى يسمعه، وربنا يهدي عيالك يا ابني، عيالك يا ابني في ايه، باسمك يا حبيبي، يا ابني ليه تعمل كده؟ دول سبحانه وتعالى يعني. النقطه الثالثه اللي عايزه اتكلم فيها لموضوع المطلقه، بلاش في السر، وبكرر عليكي بلاش في السر، وبلاش لو بيت مستقر، يعني لو بيت مستقر مفيش داعي ان احنا نخوض في حاجه زي كده، تمام؟ ونظرة المجتمع لازم تتغير بقى، لازم تتغير بقى، عشان الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الحقوق اللي يضمنها وهي متزوجة وهي مطلقة وهي أرملة. لكن أخلاق بعض الرجال أو أشباه الرجال اللي لا تمت للدين بصلة، يعملها ويذلوها عشان هي تفضل بالشكل ده. طيب النقطة الثانية اللي أنا حابة أتكلم بيها وخاطب فيها الأزواج، برضو بوست منتشر وأنا حابة أتكلم على البوست ده، برضو البوست عندي بالاسم وبالبتاع، انا لما هطلعه مش هطلعه من غير الاسم. موضوع انك تختبر زوجتك او انت تختبري زوجك، اولا احنا ربنا نهانا عن التجسس، فتروح
الزوجة اكونت فيك عشان تتجسس على زوجها او تعمل نفسها واحدة فتوقعه وتقول له اهو انت متكلم متكلم وكذا. ليه نحط نفسنا وضع شبهة؟ غلط غلط. ليه نحط نفسنا وضع شبهة؟ او البص بقى اللي انتشر يقول له عزيز الراجل هقولكوا كده خد اجازة لمدة 21 يوم من الشغل واذهب للمنزل واخبر زوجتك انك انت فقدت وظيفتك. اشرح لها انك مضطر لاستخدام ما ادخرته من المال وادي ال 14 يوم الجايين في مراقبة كيف يتم التعامل معك في المنزل واكتشف من تزوجت. ايه ده؟ هو الزواج قايم على ان انا اضع اللي قدامي في فتنة؟ دي فتنة غير حقيقية ووهمية وانت اللي مصطنعها. ايش ادراك اصلا ولا عرفك وانت كنت اتعلمت الغيب؟ وانتوا بتتأولوا على الله ان لما يحصل الموقف وتحصل المشكلة ذات نفسها هي ما تتصرفش صح؟ ليه تحكموا على كده؟ ليه تحكم عليها ان هي لما يحصل كده هي هتتصرف غلط؟ لا طبعا هتتصرف صح، لان الاختبار والابتلاء مش من العبد اللي انت مصطنعه، ده من الله، فالله سبحانه وتعالى يعطيه وهي وسع ساعتها. لكن نحط نفسنا موضع فتنة ليه؟ ونحط نفسنا موضع شبهة ليه؟ وليه تحط زوجتك في اختبار هو اصلا مش قائم؟ ويلا وتشوف انت اتجوزت مين وشوف انت بتعمل مين وشوف الكلام ده ايه ده يا جماعة. الحاجات دي غلط، الحاجات دي تهد بيوت. انا بقول لك اهو الحاجات دي تهد بيوت. لما تروح تختبرها او تروح مش عارفة واحد تسلط، اللي يروح يتسلط على المطلقة ويا ست انا ومش عارفة ايه يا حبيبتي انا ويا كذا، اديله فوق دماغه قول له حودي الشال كل للمدير وطلعيه من شغلك وهدديه. لكن ان احنا نقعد نحط نفسنا موضع فتنه، نقعد نحط نفسنا والتاني اللي متجوز يقول لك هختبر زوجتي بقى، انا اقول لها ما فيش فلوس واشوف هي هتعمل ايه. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وهي مطالبه اصلا انها تبين لك دليل الله سبحانه وتعالى، وانت اصلا ده اختبار وهمي فيك مش حقيقي. عمر الزواج ما يكون قايم على كده. وانا بحذر من الافعال دي او المقالب اللي بتتعمل. يعني انا شفت فيديو مقلب معمول، واحده عامله مقلب راجل من اللي بيعمل اللي هو كاميرا الشارع وواقفين على ما اعرفش فين، وراحت تقول لزوجها واحد يقول لها تاخدي 1,000,000 جنيه 3,000,000 وتطلقيه. هو قال له الاول قال لهم لا طبعا ولا كذا ولا انت عارف انا جبتها، انت عارف اصلا انا اتجوزتها ازاي، وقعد يقول صعوبات وكذا. وهي قالت له يعني عادي انا ممكن اخدهم نتطلق وبعدين بعد ما ناخد الفلوس نصلح حياتنا نرجع تاني. ليه؟ علشان خاطر هي بتختبر زوجها. وفي الاخر الراجل اصلا مش قادر يطلع بره الازمه، ولا قادر يطلع بره القصه اللي هم فيها ديت وبره الصدمه النفسيه. حتى مذيع عادي يقول له انت مصدوم ليه؟ انت مصدوم ليه؟ ده هي قالت لك هي بتهزر وده مقلب عامله فيها، بس الراجل مش يعني لسه في الخط. انا عايزه اقرا تعليق أمت الله بتقول أنا مغربية لا أرضى زواج من راجل غير مسؤول وترك أولاده مسؤوليته. وأنا أحييكي على كده، وأنا أحييكي على كده. أيوة طبعا طالما أنت مش عارف تحل المشكلة في البيت الأولاني وجاي عشان تتزوج وتقول أنا مش عارفة إيه، أصلا البوست اللي مكتوب ده أصلا مستفز أكتر من إن إحنا نرد عليه. لكن طالما انتشر وطالما حصل فيه كلام والرجالة داخلة، يعني بعض الرجال داخلة والله أعلم دي كومنتات حقيقية ولا لا، أنا مالي، المهم إن الكومنتات اللي عليه مأيداه. واحرم عيالك واحرم مقدم زوجتك المطلقه، وروح اتجوز واحده من ايه ده؟ لا طبعا. النقطه الثانيه، نقطه اللي بيقول لك خد اجازه 21 يوم، قول لها اللي هنعيش بالفلوس اللي انا محوشها وما فيش، وشوف واكتشف. تكتشف ايه؟ تكتشف ايه؟ انت ذات نفسك يا سبحانك يا رب، انت ذات نفسك حطيت نفسك موضع فتنه وتقول انا خلاص انا هعرف اعدي مش بمزاجك. وش ضمنك اصلا هي لما يحصل لها كده هي مش هتعرف تتصرف؟ ليه؟ لانه ساعتها هيبقى من ربنا مش منك. خلي بالنا من النقطه دي. اخر حاجه محور حابه اتكلم فيه، محور النحنحه. ماشي سامحوني محور النحنحه. خليني اقول لكم محور النحنحه اتكلم في ايه. تعالوا لي بقى البنات اللي ايه اللي جميل. احنا كلمنا المطلقات كلمنا الازواج، تعالوا بقى البنات تعالوا لي بقى كده نشوفوا. وتعالى شوفوا يجي مثلا يوم الدخله، يوم الدخله العروسه انا ما اعرفش ايه التقليعه الجديده دي، يعني تقليعه بدات بره مش في بلدنا ولا شبهنا ولا عرفنا ولا الكلام ده، وبعدين جايين بقى يطبقوها. العروسه جايه في الممر ماشيه، واول ما ظهرت العريس واقف يعيط على المكان بتاعه، واقف يعيط ويعني بنتي بتشاورني بتقول لي بالراحه ما تديش رياكشنات عاليه. ماشي حاضر. بس انا يعني حاجه منظر، تخيل لما تشوفي راجل يوم دخله ويوم جوازه
وواقف يعيط اصل مش شايفها جايه عروسه. ده انت بتبصي شايفه ابني قبل كده ايه؟ لا ايه العاطفه الجياشه في حاجه زي كده يعني؟ انت هي جايه من الممشى بتاع العروسه وهو واقف مستنيها، فهو واقف مستنيها شايفه جايه بفستان فرح فعيط. اوه ايه اللزجه دي، ايه اللزجه دي، ان احنا حدي يا في الرجاله اقسم يمين بالله. لو عروس عاقله وشافته واقف بيتنطط وبيعيط بتعيط على هي. لا وبقى التقليع بقى الكل بيعمل كده. الوطن العربي كله لا احنا مش عايزينه يتنقل، لا وطن عربي ولا وطن اسلامي. ايه الكلام ده؟ ان احنا حد الا زجه دي وفين؟ ما ترجل يا ابني، ما ترجل، ده ليله دخله وليله فرح وشايفاك خلاص زوج وبقيت زوج. ما ترجل يا حبيبي وانت واقف مستني عروسك جايه يا ستي جايه محجبه ها وانت واقف تعيط. ايه ده؟ ايه الا زجه يا جماعه؟ اللقطه اللي بتتعمل او لازم تبقى سيشن معين ما اعرفش فين، ولازم مش عارف حاجات التقاليع اللي بتطلع في السيشن ذات نفسها، ده مصيبه، ده مصيب السيشن الواحد مصيبه. واخدها فين وشايلها فين؟ ايه ده؟ ولا اللي واخدها وبيعملها وقام جاي شايلها ويدور بيها قلب الله ولا يقول لها يقول له رموشها وعينيها في قلب السيشن. يعني انا سمعت مصور وانت سايبه يقول على زوجتك كده ومسكه منها حط ايدها. ايه ده؟ وراجل بيصور، فين الرجوله؟ انا عايزه الرجاله يا جماعه، فين الرجاله؟ انقرضوا في الـ ايه الرجاله انقرضوا ولا ايه؟ لا الموضوع محتاج لوقفه، الموضوع بقول لكم محتاج لوقفه، وقفه قويه. ما تبقاش هي وجايه وشايفه وعمال واقف يتنطط ويعيط، والله العظيم شوف واقف يتنطط ويعيط. مش راجل ولا شكل ولا مال، بتاعت على ايه انت؟ صبرنا عليك بقى وقد ايه وبعد سنين العمر ختمها ايه بالعياط وكده؟ ده احنا هنجمع او السيشن اللي بتعمله ويجي المصور يعلق على رموشها او يعمل لها كده وكذا ويقول والزوجه ترد وانت واقف عم الراجل، عم الراجل انت واقف طبعا يعني لزجه التصوير ولزجه العريس اللي واقف بيعيط. يعني انا يعني يا ريت الاقي كلمه يعني راقيه شويه عندها عشان اعرف اقولها. قولونا محترمين يبقى ايه ده؟ طبعا الكلام ده يعني انا لا ارضاه، واسمعوا اللي بقول لكم عليه، خليهم هم يعملوا الصور الغلط واسمعوا مني وبصوا لي كده وشوفوا انا اعمل لكم اللقطه الصح. الرجاله ما بتسيبش زوجته المطلقه ولا عياله ويسيبوهم يشحتهم ويعمل وهزلها وهسولها عندك وهتتحاسب على الكلام ده وانا خصمتك في يوم الدين. الراجل ما يسيبش عياله، ويطلق زوجته ما يسيبش عياله، مش طلق عياله. الراجل ما بيختبرش مراته باختبار ويقول لها روحي ما اعرفش في المكان الفلاني وانا فلوسي راحت. ايه ده؟ يحطها صح. شوف بقى انا متجوز، متجوز مين؟ وانت اللي صاحب اللي بتل ده اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب الامر من عنده. ايه ده؟ طيب واخر حاجه نحنحت الفرح والسيشن والمصور اللي عمال يتغزل في رموش مراتك وانت واقف وعروستك وانت واقف. طيب اخر حاجه هتكلم فيها رقم 4، عايزه اتكلم بقى على الفيديو المنتشر ان الزوجه غير ملزمه تنام في بيت جوزها. يعني احنا 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 خلصنا من الخدمه وعملنا لكم حلقه كامله بتفنيد الادله. غير ملزمه بتفتح له الباب، باب الشقه، قلنا له غنيله انا جايه لي لسه ان شاء الله اطلعها لكم، جايه لي لسه فيديو لبنتين بيقولوا مامتهم بعته ان احنا سمعنا كلامك كلام دكتوره هاله، استقبلوا ابي باستقبال حلو والام تستقبله باغنيه هي والاولاد، وبينشدوا لابوهم نشيد وبيدعوا له ان شاء الله انزله لكم قريب. النماذج الحلوه والسلوكيات الحلوه تنتشر. انت مش ملزمه تفتح له، مش ملزمه تطبخ له، مش ملزمه تنام في البيت. امال هتنام فين؟ يا رب يا رب احفظ لساني بس يا رب عشان خاطري. امال هتنامي فين يا حبيبتي؟ لما انت مش ملزمه تنامي في بيت جوزها هتنامي فين؟ عند اصله دهاني، دهاني هتنامي عند دهاني القطعه المشهد بتاع المسلسل انت متعرفش ولا ايه؟ وجاي من معاها من فوق وجوزها واقف تحت. شفتوا الحاجات اللي انتوا بتستهدفوا لها دراما وفي كده احنا وننشر الغلط ليه؟ ده جه في الاخر مش ملزمه امال هتنام فين؟ امال ما هي مش ملزمه تنام في البيت وهتنام فين؟ يا شيخ يا جماعه اتقوا الله بقى شويه. ده مش ناشز ولا تبقى عاصيه ولا تبقى فين الرجال؟ ابوها اللي وداه وكتبوا العقد ده وراح وانت فين الرجال؟ مش ملزمه تمثل مع السلامه، روحي بقى عند اهلك هم اللي تولوا مسؤوليتك.
انتوا عايزين تعملوا ايه في البيت اكتر من كده؟ انتوا عايزين تعملوا ايه في منظومه الزواج اكتر من كده؟ خراب ايه مستنيين لما المراه تطلع بره اطار انها زوجه وانها ام ومنظومه الاسره الصحيحه؟ ليه كده؟ ليه ننشر الفساد؟ ليه ننشر المعصيه؟ ليه ننشر الفسق يعني اقول نفسي بس اقول لفظ ما يأذيش. الكلام ده مش صح. هاخد بس انا طبعا خلصت وشلتها من رقبتي حطيتها عندكم لكل راجل ولكل اب سامعني، انا شلتها من رقبتي حطيتها عندكم. حافظ على اهل بيتك يا ربي بناتك صح. الموضوع مش موضوع انك تربي عيالك في احلى مدارس وانترناشونال ومش عارفه وجايب لبس ايه وعامل ايه، ربي عيالك صح، علمهم التقوى والايمان وحب ربنا والخوف والمراقبه من ربنا سبحانه وتعالى، علمهم سلوكيات الدين، علمهم الخلق الحسن. هذا الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. خليني اخذ سؤال واحد. دكتوره مفيش عرسان. مفيش طب ما مفيش عرسان، ما احنا عارفين الرجاله انقرضوا والعينه اللي في السوق مضروبه، يعني ده اللي بيتقال. لكن خليكي معايا واحدين ثلاثة في ثلاث حاجات هقولهم لك لجلب العريس. احنا بناخد بالاسباب، الله سبحانه وتعالى يعني امرنا ان احنا ناخد بالاسباب، فوالدتك، معلمتك في المقراءة، التقية الصالحة، حجابها خلقها جيد، امها زوجة ما شاء الله وشايفينها ام صالحة فهم نفس الكلام، عايزين نفس البنت في نفس الشكل، ناخد بالاسباب كلها. رقم اثنين رب الاسباب، ثلاث حاجات هتقول وثلاث ادعيه لقلب العريس وثلاث ادعيه للرزق، لان ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. صلاتك مظبطه الي من خير فقير، دعاء سيدنا موسى، فجاءته احداهما ايه؟ تمشي على السحيق، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رقم اثنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حسنه في الدنيا الزوجه الصالحه. رقم ثلاثة رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثلاث أدعية وندعي ربنا بقى سبحانه وتعالى، يا رب كرمنا يا رب الزوج التقي الصالح الرباني القرآني اللي من عيلة طيبة المحترم الخلوق وهكذا. الحاجات دي عشان خليك ولا تسند، الحاجات دي من عند الله، والزواج رزق أتى ربنا بيه بالشيء الصالح الطيب خير وبركة، ما أتاش بيه أديني دعيت وخدت بالأسباب. مش نهاية الدنيا ولا نهاية العالم. أخش جنة بحاجات تانية صحيح، حسن التباعد والزوجة الصالحة وإذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، طيب عملت أربعة والباقي ما جاش من عند الله، خلاص هنعمل إيه يعني؟ تمام، يبقى ناخد بالأسباب وأربع الأدعية، الثلاث أدعية اللي إحنا قلنا عليهم. ازاي اتواصل مع الدكتوره تاني؟ تواصل مع الدكتوره عندكم رقم، انا عندي الصفحه اللي هي 6 مليون وشويه دلوقتي، صفحه الفيس اللي هي اللايك عليها 6 مليون، دي صفحتي الشخصيه، الصفحه اللي متوثقه بالعلامه الزرقاء، ما عنديش اي صفحه تاني. لما بتبعت على الرساله على الصفحه اللي عليها 6 مليون بتطلع لك رساله تلقائي، رقم للتواصل مع الدكتوره هاله، هو ده الرقم الوحيد لحجز استشاره خاصه او للاسئله اللي انت عايز تحطها، فبتحط الاسئله واحنا بنبعت الاسئله بنعملها في يوم بنجمع فيه الاسئله او نعمل عليها بس. الرقم تاني عشان انا في اسطنبول في تركيا، في الرقم المفتاح الدوله 0090544538 بس، هو ده اللي تتواصلوا معايا. عزيز هذا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. مين عنده اسئله تاني؟ بس كفايه بقى نتغلب على الكسل. عندي مقطع فيديو 8 دقائق تقريبا او 10 دقائق ازاي اتغلب على الكسل، فلقيت التعليقات على الفيديو ياه وانا لسه هقعد اسمع 10 دقايق عايز اتغلب على الكسل. اسمع الفيديو اللي فيه النقاط 7 أو 8 نقاط تقريبا للتغلب على الكسل موجود على اليوتيوب. اراكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه قبل ما اقفل، استنوا معلش قبل ما اقفل، ان شاء الله عندنا معرض الكتاب يوم الاحد الساعه 4 باذن الله في دار المعارض في اسطنبول. ان شاء الله هنزل موقع اللوكيشن، هبقى في بي 11 باذن الله. توقيع الكتاب هيبقى الساعه 4 لاهل اسطنبول قريبا جدا، هيتوزع في الوطن العربي ان شاء الله. انتظروني يوم الاحد اهل اسطنبول الساعه 4 في ارض المعارض بتاعه الكتاب عند مطار اتاتورك. حمدي ونقعد نتكلم بقى وبتاع ونحكي ونسلم بقى وهيصه كبيره. استناكم ان شاء الله يوم الاحد الساعه 4 في
معرض الكتاب باسطنبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.